بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله ومن صار على ناجي ودعا بدعوته إلى يوم الدين، أما بعد. إن شاء الله ما نتمشى وحنك بالله بينا رسالة ير وأه أحاديث الصيام أحكام وآداب للشيخ عبد الله بن صالح الفوزان وشيخ علماء المعاصرين تكمده رسالة نحن كساسنتها يا حديث النبي عليه الصلاة والسلام كهل ليس صومك أحكام أحاديث تاسو أحكام سوو جرتا إيا آداب أحكام وحلقة وضع أحكام تا يعني صيامك إيا آدابته إن شاء الله رسالة نحن سكودة ينين وكل ما ينو مالما قده إن شاء الله إلهي ذمكي وأنا بالله بينا إن شاء الله مقدمة دي رمسي سمينين شيخ رسالة وحوكا دي فصول كدبنا فصل كلا أركبا عنوان بو سمي عنوان كان أحاديث بو هوس كاني دور حديث مرك إن شاء الله فصل ككو بدا بالله بينا فصل كسته إستغى إنو إيماني. الفصل الأول بين يدي رمضان فصل ككو بدا وحو يعني عنوان يهي رمضان كهرتيسة وحيا بحل الرب. الحديث الأول حديث ككوباد حكم سبق رمضان بالصوم بشهر رمضان إن صوم لغاله ورمر حكم كذا تاس أي عنوان إيه عن نبي هريرة وحال لغوري رضي الله عنه عن النبي النبي وحكوري صلى الله عليه وسلم قال النبي قلن يري لا تقدموا هكو هرمرننا رمضان بشهر رمضان بصوم يوم مال صوم كذا ولا يومين أما اللبا مالي إلا رجل للموين كان ها يصوم مت صوما صوما صوم فليصومه نكاسي ها صوما رواه البخاري ومسلم. حديث النبي عليه الصلاة والسلام حوليه يعني بشهر رمضان هكاله مرينا مال صومك بشي مكي هال مال كلمتها بشهر رمضان أي شعبان لباتن إي سقالتها مالك صدنا تسومين أما مركي لباتن إي سديتها هذا سقالي لباتن كل ما نسوم مالك سقالي لباتن تسومين. طيب أما سيدو كلا لبن مال المركي كلمان تأيضنا صوم هكلا هرماري هل قف بالاقة صور ريبي قف كي عادي يدقان ايو وحيدون الصوم قف كي سيامو داود صوم اي مال انا صوم اي مال انا افرو حي لقان كاسو كلا قف كده او فقده واللو اقلي وحاكلو اللو اقلي هاي قف كا اسنين تي خميس تصوم هاي حدود يعني مالك اي كسو بيغانتو اسنين اما خميس كسو بيغانتو ايضنا واصوم اي حديث كاسي وحديث صحيحة وكسوغا صحيحين لبدا كتاب اي صحيحين كاللويق نبي عليه الصلاة والسلام حديث كان وحلقة قادنا يا نهي توصلون نهيي إن لصومه بشهر رمضان مركي مالين كان دمانته ولو مالي كان دمانته إلا ذا وحي كفسران علماء حديث كفسرتا مركي كهالليين إن لغا عرار يو إن لصومه يوم الشكي وكسو أروري يعني النهي إن لصومه يوم الشكي مالك اللي شكي سيهي ما رمضان بامس رمضان معه إنه يكسو حقاقته يضر لغا بقيه ياتال ورهبي. الإمام الترمذي عليه رحمة الله يا وحيري كلام قيم ماشاس العمل على هذا عند أهل العلم كرهوا أن يتعجل الرجل بالصيام قبل دخول الشهر قبل دخول الشهر رمضان لمعنى رمضان يعني علماء هالكاس عمل ك أهل العلم حديث كاسي وحيد إبصدين أن يتعجل الرجل قفك إنو كلاهر مرو بشهر رمضان أنسو قلين إنو الصوم كلاهر مرو لمعنى رمضان يسوغ يعني رمضان هان الصوم مركز ويوم الشكي لقع الرئيان شاقنية أحاديث كلا يكو سوار ورطي ومعنى حديث كسلويهين حديث حجر النبي عليه الصلاة والسلام أبو هريرة وكوري أولاهي إذا انتصف شعبان فلا تصوموا بشهر رمضان هذي بشهر يعني شعبان هذي النص كذا قاده أو منتصف كذا قاده هالصومينه شن يتمن كذا بريء ذنبه رواية كله فلا يصومن أحدكم قف ذين كذا كم إذا يوسن صومين رواية كله النبي عليه الصلاة والسلام وحيري إذا كان النص من شعبان فأمسكوا عن الصيام حتى يكون رمضان هذي يعني بشهر رمضان أي النص بشهر شعبان أي النص قاده صوم كما كاتها حتى يكون رمضان إلى رمضان كان نقض حديث كاسي علوم مركي كان ليان لبا معنى هو لما راه لبا يعني لبا مسلكه لوجا جوابه حديث كان يعني
sixadiisa waa mukhtalaf waa la isku haya hadii hata yani aan dhahno iyada lafteeda waa saxay culimadu waxay ku hanbaareen qofka yani sunna mutlaqa soomaaya sunna mutlaqa oo caadatiisana hore aan waafaqaynin oo midalan qof isniin iyo khamiis soomaanahayn soomu daawunda aan soomaaynin qofkaas oo kale ayaa loo diidaya ayay dhahayn tayib nabiga kaleeyhi salaatu wa salaam bisha shacbaan waa soomi jiray oo waxa laga qaadanaya xadiidka nabiga kaleeyhi salaatu wa salaam aaysha markii la waydiyay bisha shacbaan ma soomi jiray markii la yiri ay tiri haa nabiga kaleeyhi salaatu wa salaam waa soomi jiray bisha shacbaan tayib marka nahyigaasi kan oo muntasafka marka laga hadlayo bishooday muntasaf noqoto nahyiga ku soo aroray labada maslaka ay culimadu ka mareen xadiidka marban macnisa ku celinayna عن نبي هريرة وحلق وري رضي الله عنه عن النبي النبي وحك وري صلى الله عليه وسلم قال النبي قونو يري لا تقدموا رمضان بشهر رمضان هكوهر مرنين بصوم يوم مال صنكت ولا يومين أما الله مال صنكت بشهر رمضان هكوهر مرنين إلا رجل ننموين كان أها يصوم مت صوم صوما صوم فليصومه هالصوم رواه البخاري ومسلم الحديث الثاني حديث لبعض بما يثبت رمضان بشهر رمضان ما هي كسوغناتا بشهر رمضان ما هي كسوغناتا عن عبد الله بن عمر وحل غوري رضي الله عنهما قال وحوري قال رسول الله رسولك لا يحوري صلى الله عليه وسلم لا تصوموا هصومنا حتى تروا الى ادك ارغتان الهلال بشا ولا تفطروها افرنا حتى تروا الى بشا ادك ارغتان فان غم عليكم فان غم هذه يعني انك قرصنت عليكم لا انك دبولوا فقدروا له مركز قدر وقدر قدر كاسي رواية كلا فصيري دونتا رواه البخاري ومسلم وفي رواية رواية كلا وحاكو سغنة إذا اللهم الله بدأ ذا أسغناتي فإن غم عليكم حدي يعني مركز إذن كدب ولنتو وحيدين كفولو وماشي يعني بشي لأركي وايو ضرورة جري أوغيد فأكملوا رميسرة العدة ثلاثين فأكملوا العدة ترى ذا مركز رميسرة ثلاثين صدر صدر كرميسرة بشا صدر مركزي رميسرة xadiidkan waxa laga qaadanaya bisha yaani ramadaan aragtida loo yeeyay lagu soomaa aragtideeda ayaa lagu soomaa bisha hadii la arko la soomaaya hadii la arkana waa la afuri hadii ka waran markii yaani bisha la fiirin laha ay meeshi daruuro jiraan ama yaani cimilada oo markaasii roob iyo wax jira awgeed la arki waayo markaasii maxaa la sameyn faakmilul iddata 30 صدن كبريا مركا لدميستريا بيشونا صدن بريكا بدن كما دماتو مركا فإن غم عليكم هذه يعني بيشي مركا لإذن كأسطرو أو وحفولو ويا أو وحفولو روالان دمانا فصيرتي قدركا وفاكملو عدة 30 طعن شيقني أيا فصيرتي طيب حديثك مركا قفكو حدو بيشي أركو أما بيشي اللي أركو عندنا معنى هذا يوصوميا bishi marka la arko ama markay 29 ku dhamaanayso hadii ay 30 ku dhamaanayso ciddada uu dhameystirana hada markaas waxa weeye waa gutay wixii lagu lahaa markaas waa gutay tayib marka waxyaabahan ee xisaabka ina lagu soo mi karin ayaa xadiidka laga qaadanaya ay culimadu leeyeen sheekha sharixana uu meesha ku sheegay muallifka oo risaalada hada sharax u sameeyay tayib hadii la bishi yaani ay sugnato in la arkay waqtigii marka la soo dhaafay kadib mesela bishii habeenkii baa la arkay dadkii meesha ay joogeen ka arag laakiin meel kale laga arkay maalinkii marka ayo la soo man yahay oo bishii ramadaan ka u tahay yaa waxaa loo sheegay inay soo nahay maxay sameynayaan in maanta soo tahay loo sheegay markaasi imsaak wax la dhaha la sameysanaya imsaak ayaa la sameynaya tayib waan xadiidka salaamat ibn akwa nabiga kaleeyhi salaatu wa salaam ويري امر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من اسلم نبي وحو امرن انه رير اسلم كميدا انو ددك اوغيسيو قفكا عني فليصم بقيه يومي حصوم يعني مالكيسا وحا كدمي وحا كدمن قفكا ان عنتينا فان اليوم يوم عاشوراء ما انت مالك عاشوراء ويعني مال مركي عاشوراء وقتيدي واجبك اي اهيد ويان marka qofka hadii naharan loo sheego sidaas ayuu sameynaya sida ayuu sameynaya oo imsaakaas ayuu la iimaanaya tayib hadii qofku intuu soomo ahkaamta xadiidka laga qaadanayo intuu balad ku soomo uu ka safro oo uu tago balad tirsiga ka horeeyay dadkaas meesha jooga ayuu la xukum noqonaya
soonka xadiidka nabiga kaleey salaatu wa salaam waxa laga qaadanaya uu nabigu kaleey salaatu wa salaam as-sawmu yawmun tasumuna wal fitru yawmun tafturuna wal adha yawmun tudhahun yaani soonku waa hal maalin oo soomaysan fitriga markaa afuraysana waa hal maalin oo afuraysan maalinka yaani udhiyada la yaani ciidul adha la udhiyeesanayna waa hal maalin oo udhiyeesanaysan marka in muslimiintu jamaaciga waxooda u wada wadaan ayaa xadiidkaasi laga fahmayaa tayib imam at-tirmidhi wa xadiidka fasiraya wuxuu yiri wa fasara ba'du ahli hadha al-hadith yaani ahlul ilmi qayb kamid xadiidkan waxay ku fasireen as-sawm wal fitr ma'a al-jama'ati wa 'idam an-nas yaani soomka iyo afurka jamaacada macooda inuu haanayo jamaacada macooda iyo dadka iyo madawga badan yaani muslimiinta inay jamaaciga ahaanayaan ay hal marna soomaayaan hal marna afurayaan kaas ayaa wuxuu yiri xadiidka laga qaadanaya barba ku cilnina an abdullah ibn umar wa halaga wariya radiyallahu anhu ma qala wuxuu yiri qala rasuulullah rasuulkiilay wuxuu yiri sallallahu alayhi wa sallam la tasumu hasumina hatta taraw ila ad ka aragtan al hilala bisha ولا تفطروا هنا افرنا حتى تروه الى بشيء اد كاركتان فان غم حدو قرسوما عليكم اذا كقرسوما فقدروا له مركاس قدر رواه البخاري ومسلم قدر كان روايه كلا فسريسا وفي روايه روايه كلي اللهم اسغناتي فان غم عليكم حدي مركا لا اذا كدبولوا وحدين كفولوا فاكملوا العده تيرد دمايستيرا 30 صدن دمايستيرا الحديث الثالث حديث كصدحات في البشاره برمضان رمضان كان ليس بشاره انه سو غلى رمضان كان انه مركو سو غلو ان ليس بشاره عن ابي هريره وحل له رضي الله عنه قال وحول قال رسول الله رسول الله وحول صلى الله عليه وسلم اتاكم محيدين ماذا رمضان رمضان بايدين ماضي شهر مبارك وبالبركه شهر مبارك وبالبركه ايضا طيب فرض الله الله وفرض الى عز غالب حي وجل وين عليكم دشينا صيامه ان سنتان تفتح حال فريا فيه رمضان كدحديسا ابواب السماء يعني سمدا البابديده لفري وتغلق فيه وحل حريا بش رمضان دحديدا ابواب الجحيم جحيم البابديده يا لحريا وتغلق وحل حريا فيه بش دحديدا مرده الشياطين shayaatiinta kuwada maradada ay macangaga madaxada ya la xirxiraya lillahi waxa uu sugnaday fihi maalika dhaxdi fihi bisha dhaxdeeda laylatun habeen khayrun ka khayr badan min alf shahrin kun bilad ka khayr badan man xurima qofka laga xarimo khayraha khayrkeeda faqad xurima qofkaasi waa laga xarimo khayrki waa laga xarimay rawahu ahmad wan nasai wa isnaduhu sahih imamu ahmad ya ku wariyay musnadkiisa يا شيخ يا النسائي سنن كيسا حديث كان النبي عليه الصلاه والسلام بشهر رمضان مركه يتمادو اصحابته واو بشارين جري وحو دي جري اتاكم رمضان رمضان بايدين يمت رمضان واكي مركه وشهر مبارك دور رب النبي عليه الصلاه والسلام شيغي وبالبركهيسن بالبركهيسن ربي سبحانه وتعالى وحيدن كفرد يلي بشاسي ان صونتان صون كده لايدن كفرد يلي وميدكو بعد مد اللباده تفتح فيه ابواب السماء يعني البابده السماد لا فراه وتغلق فيه ابواب الجحيم البابده السماد لا فراه او نحريستي با فران طيب نحريستي رب سبحانه وتعالى ايا فران او بالخير بدا وتغلق فيه ابواب الجحيم وحال لخيرا جحيمه الباببدهنا وا لخيرا جحيمه الباببدهده وانت بس ما هي وتغلق فيه مرده الشياطين kuwa yaani shayaatiinta madaxa adag ee macanga gaahana waa la xiraayagana waa la xiraya lillahi fihi layla rabbi subhanahu wa ta'ala waxa bisha dhaxdeeda u sugnaday habeen khayru min alf shahrin kum bilad ka khayr badan qofka laga xarimo habeenka laga xarimo bisha ramadaan laga xarimo faqad xurim qofkaasi khayrki waa laga xarimay oo rabbi subhanahu wa ta'ala khayrki waa ka xarimay xadiidkan waxa laga qaadanaya bisha ramadaan barakadeeda iyo nafaxaadka ay wadato iyo qufraanka iyo damidhaafka ay wadato iyo qofka yaani bisha ramadaan isagoo yaani waxaas oo yaani rax ay jirto naxariisa iyo waxaas oo abwaabu khayr ay jirto aan ka faa'iideysanin qof yaani rabbi subhanahu wa ta'ala khayrka ka xarimay inuu yahay khayrka ka xarimay waxa la xiraya jahima waa la xiri albaabki naarta way la xiraya kuwi naxariisana waa la furaya
شياطين تدك دومين جيري كودا ما عنق جاهن مردد حنا ولا خيريا هبينك ليله القدر كا كوسغان ليله القدر كنا وهبينك خير كبدن هبينك خير كبدن خير من 1000 شهر يعني كم بلود اياك خير بدن تهي طيب قف ربي سبحانه وتعالى سو غارسيا بشهر رمضان ونعمه نعمه كيسا كميده ربي سبحانه وتعالى انو اوغ مخد عليو هبينكينا يعني ولا يستاغا مالكينا ولا صوما مالكينا وصيام طيب شارحو يعني مركو كهليي بشن بركاده اي waxay wadato wuxuu sheegay bishan yani ramadaan in ay tahay bil barakeysan dad badan oo ka faa'iideysanin oo rabbi subhanahu wa ta'ala waqtigan laga xirmaaniyay si looga xirmaaniyaba ama geeri marka ha timaado ama cilad kale ha ku timaado ama cilad kale ha ku timaado qofki marka isagu caafimaad qaba rabbi subhanahu wa ta'ala soo gaarsiiyay inu ka faa'iideysto ayaa la rabaa tayib salafku waxay dhihi jireen buuri inna allaha ta'ala ja'ala shahra ramadaana midmar midmara rabbi subhanahu wa ta'ala bisha ramadaan wuxuu ka yeelay midmar midmar ayuu ka yeelay layli mid yaani wax lagu layliyo weeyaan khalqiyu sunna rabbi subhanahu wa ta'ala kullayliya yastabiquna fihi bi ta'atihi ila mardatihi ربي سبحانه وتعالى ضاعدي ساي كتر تمان اي كسبق تمان يعني رضا ربي سبحانه وتعالى ايغو رادني فسبق قوم ففازوا وتخلف اخرون فخابوا قل يعني ادقتما او هرمري كواسي والي بارين كوا كغدال مري او تخلف سميهي كواسنا وا هوغين او وا دول دروبين عياذا بالله قفكو مركا انو كفايديستو ايا لا ربا بشاس بشهر رمضان وبالبركيسن طيب مربا حديثكم عن يسكو علينا عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاه والسلام حي يري ابو هريره اتاكم محيدين ما دي رمضان شهر مبارك شهر بالوي مبارك بركيسن فرض الله الا وفرض يلي عز غالب هي وجل ويناي عليكم دشينا صيامه صومكيسا تفتح ولا فرا فيه بشا دحده ابواب السماء يعني الصمد البابده لفرا وتغلق والحرا فيه بشا دحده ابواب الجحيم جحيم البابده لحرا وتغلق وحال حرا فيه بشا دحده مردة الشياطين شياطين تكون معنقه مدح هذا لله وحو سغناداي فيه بشا دحده ليله هبين خير كخير بدن من 1000 شهر كن بلاد كخير بدن من قفك حرم لا حرمه خيرها خير كذا فقد حرم يعني قف كاسي ولاغا خرمانيي او خيرك رب سبحانه وتعالى وا دافي ويه الفصل الثاني فصل كلابات في وجوب الصيام في وجوب صيام رمضان ومقوماته يعني بشهر رمضان واجب نمت كده انه واجبته هي مقومات كده الحديث الاول في وجوب الصيام وشيء من حكم من حكمه يعني رمضان كواجب الصيام صوم كواجب نمت كيسا iyo qayb kamida xikamta xikamta rabbi subhanahu wa ta'ala uu xikmadeeyay markii la jideeyay in la soomo ana abdullah ibn umar waxa laga wariyay radiyallahu anhu shandushood shahadati an la ilaha illa allah shahadati an la ilaha illa allah ilahi mooyeen ilaah kale inuu san jirin qirideeda wa anna muhammadan nabi muhammadna rasulullahi allah ku soo diray inuu yahay wa iqaamis salaati salaadatu sinteeda wa itaa zakati zakada bixinteeda wa hajjil bayti guriga oo xajintiisa iyo wa sawmi ramadaana yaani hajka waxa laga wada baytka waxa laga wada kaacbada loo jeedaa way iyo wa sawmi ramadaana bisha ramadaan soonkeeda rawahul bukhari wa muslim hadith kan abdullah ibn umar nabiga alayhi salaatu wa salaam inuu yiri buniya al islaam ala khamsi islaam ka shan dushood ayaa loo dhisay lagu dhisay ala khamsi daa'i shan tir dushood mid ka baad waxa la yiri shahadata an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah rabbi subhanahu wa ta'ala inu kaliye yahay in la qiro nabi muhammadna rasulku rabbi subhanahu wa ta'ala soo diray inu yahay shahadatayn kala kala reebo oo waa la israaciya tayib wa iqaamis salaam marka waa mid ka koobaad ee diinta lagu soo galo wa iqaamis salaah salaada oo la toog yani la oogo la toosiyo salaada toosinteed iyo wa itaa zakati zakada bixinteed iyo hajj albayt wa sawm ramadan wa shanta tir islam arkanul islam kala ilaahdo shanta yani hadith kan abdullah ibn umar ay shantuba ku suganyin shantuba ay ku suganyin in yaro iskaaliya jirto dadka qaar laga yabeen is weydiyaan oo hadith ka hadith qaar hajka iyo soomka
hadda halkan waxaan aragnaa xajkii baa la soo hormariyay soonka loo dambeysiiyay ahadiita qaaras waxay u dambeysiiyaan xajkii u dambeysiiyaan oo soonka ka soo horaysiiyaan xajka intaas ayaa xadiidkan ku sugan laakiin kaas yaani ma iskaal badan ma keenay iskaal badan ma keenayo kuma tusayo tartiib say u kala horeeyaan kuma tusayo weeyaan marka islaamkii shanta dushooda ayaa lagu dhisay wa sawmi ramadaan sheekhu marka maxalu shaahidka u keenay halka weeyaan bisha ramadaan soonkeeda bisha ramadaan in la soomo marka waa waajib waajibaadka rabbi subhanahu wa ta'ala ummadii yani ku waajib yeelay kamida bal arkaanta islaamku uu ku taagan yahay ayay kamida xikamka marka ramadaanka waxa kamida فمن حكم الصيام وأسراره أنه عبادة لله تعالى رمضان كحكم كيسا وحكم إذا ربي سبحانه وتعالى يعني أمد ملكه كواجب يالا بشر إنه الصومان إنه يهي عباده ربي سبحانه وتعالى يقول وانا يان كان تغيان بترك ما يحب ويشتهي وحا أجعله كتغيان وعنتذي يا عبتانك يا شهواتك كلو كتغيان طاعة لربه ربي سبحانه وتعالى يسوى طيعية وامتثالا لأوامره isagoo rabbi subhanahu wa ta'ala amarkiisa qaadanay xikamka laga qaato waxa kamida uu sheekhu keenay inuu yahay annahu sababu taqwa xikamun siyaab inuu yahay sabab uu yahay taqwan uu yahay allah ka cabsi rabbi subhanahu wa ta'ala iyo wa taskiyati nufus nafta in lagu taskiyo lagu tahiro bi ta'ati llahi fima amar wal intihaa amma nahaa rabbi subhanahu wa ta'ala wuxuu amray oo ta'adiisa ah in yaani la qaato iyo in laga reebto amaanaha rabbi subhanahu wa ta'ala wuxuu nahiyay aayadu marka sheekhu keenay ya ayuha alladhina amanu kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun rabbi subhanahu wa ta'ala wuxuu idinku waajibiyeelay soom sidii lagu waajibiyeelay kuwii idinka horeeyay cilada marka maxaa la yiri la'allakum tattaqun yaani inaad rabbi subhanahu wa ta'ala ka baqdaan inaad rabbi subhanahu wa ta'ala ka baqdaan waa mid ay culimadu dhahaan soonka qofka waxa la rabaa inuu taqwa rabbi subhanahu wa ta'ala u ziyadiyo inuu taqwa rabbi subhanahu wa ta'ala inuu u ziyadiyo oo alla ka cabsigiisa markuu soomay yahay la dareemo xikamka waxaa kamida soomku inuu yahay xabsu nafsi cali shahawaat nafti oo laga xabsinayo oo laga xabisayo shahawaatka waxay jeclayd iyo wa fitaamaha an almaalufaat in laga guriyo oo laga gooyo waxyaabihii ay jeclayd ee ay baratay tayib iyo wa tadyiqi majari shayaatin shaytaanka yaani meelihiisi majaridu mari jiray ee adoonka rabbi adoonka uu soo marahayay ee uu ka waswaasinayay ayagana in la xiro taas iyada lafteeda yaani waa xikamku kamid yahay waxa kale oo xikamka kamida soomku inuu qalbiga sifeeyo ويتخلل الفكر والذكر مركاسي قفكو او خالي نقضو ذكرك ربي سبحانه وتعالى انو مركاسي قفكو او خالي نقضو وهكا لو حكم جوحا لقا قادنا يا كميدا صونكا انو يعني وقفك مركي يعني وكتغو عنتضة انو حسوسانا يو ضدك باهن culaysada ay ku jiraan inuu marka dareemayo oo isma hayaan dadkii fuqarada ahaa iyo dadkii waxaystay si ay dadka waxaystay u ogaadaan yaani markii ay dareemaan gaajada iyo marka yaani cuntada laga tago dhibka la dareemayo dadka fuqarada culayska haysta inay marka dareemaan tayib intaasi xikamkiisa kamida nusuustu waxay kale tusisay ala anna man adda alwajibata wal faraid xadiidkan waxa laga qaadanayaa waxa kamida oo yaani macnaha laga fahmayo ah qofku markuu faraa'ida xifdiyo rabbi subhanahu wa ta'ala wuxuu ku farad yeelay qofku markuu xifdiyo inuu rabbi subhanahu wa ta'ala jannadiisa uu yaani rabbi subhanahu wa ta'ala nusuusta sida laga qaadanayo uu markaasi u mutaysanayo xadiidka dalax ibn ubaydillah anna arabiyan jaa ila rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam nin arabi oo hirbaadiye ah ayaa nabiga calayhi salaatu wa salaam u imaaday markaasi wuxuu yiri ya rasuulallah akhbirni maada faradallahu alayhi رسول الله وحد إيش هيك تا ربي سبحانه وتعالى وحي يغفرد يلي ومن الصلاة صلاة مركز النبي وحي يلي الصلوات الخمس شنت الصلاة دوت إلا أن تطوع إن السنة يعني إن السنة التي ما دم ويل وإسك السنة فلان يسم ويل مركز وحي يلي هدنا وكو علي أخبرني ماذا فرض الله علي من الصيام وحد إيش هيك تا رسول الله وحي ربي سبحانه وتعالى يغفرد يلي وصومه markaas uu nabigu wuxuu yiri shahru ramadaan illa an tatawwa'a shay'a bisha ramadaan inaad soonto inaad u sunan la iimaaneysa mooyeen markaas wadana wuxuu rasuulka ilaahay waxa ii sheegtaa wuxuu rabbi subhanahu wa ta'ala igu fardiyeelay oo zakah markaas uu nabigu wuxuu u sheegay bisharaa'il islaam
islaamka sharaaiicu nabiga kaleey salaatu wasalaam u sheegay markaasuu eray ajeeb yiri wuxuu yiri walladhi ba'athaka bil haqqi la atatawwa'u shay'a rabbika subhanahu wa ta'ala yaani haqqa kugu soo diraa ku dhaartay yaani sunna anuu lama iimaanayo wax sunna aba lama iimaanayo wala an qusmi ma faradallahu alay shay'a rabbi subhanahu wa ta'ala wuxuu ugu farad yeelayna waxba kama nusqaaminay markaasu nabigu wuxuu yiri alayhi salatu wasalam aflaha in sadaq aw dakhala aljannata in sadaq ninkaasi waa liibaanay haduu yaani sida uu run u sheegay oo warkiisa uu yaani kaga dhabaynayo ninkaasi waa liibaanay ama wuxuu yiri aw dakhala aljanna in sadaq ama ninkaasi jannada ayuu galahaya weeye haduu yaani warkaas uu dhabka yeesa uu sheegay runtahay عن عبد الله بن عمر وحلقه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحوري بني والا دساء الإسلام إسلامك على خمس على خمس دعائم شنتير دشوض يا لغو دسي شهادة أن لا إله إلا الله إلهي موين إلهك لينو سنجر قرد هذا وأن محمد النبي محمد رسول الله لك صادر ينو يحي ويقام الصلاة صلاة والتوسيه ويتاء الزكاة زكاة الله بحيه وحج البيت قريق الله حجيه يو صوم رمضان بشر رمضان الله صومه رواه البخاري ومسلم الحديث الثاني وفصل كان كميدا حديث كان لبعض وفصل كان كميدا في الصيام شرعا طيب صونك يعني شرعا شرعا وحكوة يعني يعني نسك كسو أروري إيا أجر كيسي يوح لغيه ليو تاسا يوكوة طيب ومتك الشرعي وانا لا تعريفنا يا وحلو تعريفنا يا صوم وحل لي هذا اللفت هذا تعريف هذا ما شاء الله قادني عن أبي هريرة وحل قولي رضي الله عنه قال وحوري قال رسول الله رسولك لا وحوري صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم عمل كابن آدم دمانتي يضاعف ولا لالابا يا الحسنة حسنة بعشر أمثالها يضاعف ولا لالابا طيب الحسنة حسنة بعشر أمثالها يعني تبلاب كذا يا حاطي إلى سبعمائة ضعف إلى تضبب قول الله بلقى قال قال الله الله وحول عز غالب حي وجل ويني إلا الصوم الصومكم وين فإنه صومك لي أنيق ويسو ناضي وأنا أنيق أجزي به كجزيني يدعو كتغي شهوته وحو جعلا وطعامه عنتديس من أجلي أنيق درتي الحديث رواه البخاري ومسلم حديثك يعني شيخ وسوق أبيه هل كان نبي عليه الصلاة والسلام حويري كل عمل ابن آدم عمل كابن آدم دمانتي والله لا لابي طيب والله لا لابي حسنة طبعا لابي هاتي حسنة طبعا جربا لا لابي طيب إلى سبعمائة ضعف إلى تضبب قول الله بلقى قال يعني ربي سبحانه وتعالى حسنة وبربارنا ياوي حسنة مركو الله ماذا دونك وبربارنا يا والله لا لابي صوم كموين ربي سبحانه وتعالى وحول صوم كموين صوم كأنيك يوصق ناضي أنا كجزيني أنا كجزيني أنا أبالك سيقرني ويا أنا أبالك سيقرني مركز وحول يدع شهوته وطعامه من أجلي تعريف كي مركز شيئا هل كاسويا وحكتك يا شهوة ذي سوى يعني شهوة واحد نفط جعلي شهوة ذات هل كمحلق وضع يعني معاشرة ذي أولئك اللي سميني إيا وطعامه وحول عنها من أجلي معنى كعام صنع وإنه قرطة يعني معاشرة غير كولا لها أو أه يعني شهوة ذا وحكا سي نفط جعليد وعنتظن هذا الشيء مركا لغا سوتاقا سيدا قفك حانتين ويسكنافة وحيابا حنون كوها اللين تاسو وكاله يذا اللفت هذا ومعنى كعام صنع لغا قادني مركا واشرعا طيب صحيح ابن خزيمة وحاكسوغا يدع الطعام من أجلي ويدع الشراب من أجلي ويدع لذته من أجلي ويدع زوجته من أجلي يعني عنتظر درتي بأوغتي شراب كان درتي بأوغتي لذذا يوحى نفتي سجعلين درتي بأوغتي ويدع زوجته حاسكي سينا نيقى درتي بأوغتي طيب أوغتي مركا وتعريف كلا قادنا يوي مركا تعريف كما شاسي قفك إنو يعني أوكاف حده شهواتك يا طعامك يا عنتظي أيا لقى قادنا يا كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل طيب آياداس أيا بلغو الشيغي ومركي هوري أيا وحيا هانجرتي سيدا واكاعد كيدو هذا سيدا هبينكي قفكو يعني وحرب أو سماين أيو وعنتدي يا عبتانكي يا معاشرة الهيركا ماهي مركي هوري سيدا واكاعد كان إن شاء الله أحاديث ما وصوص عطا أيا كشيغي دونا أيا كشيغي دونا مرك محسن جبيه مرك حديثكم حلقة قادنا يا وحسن جبينا يا إن أي تهاي أكل جا يا شرب جا عبيتاج يا وحن يعني شهوة ذا أنتم بإني جبيان أي حلقة قادنا يا
waxa kale oo laga qaadan waxa macnahooda leh oo cuntada maxa macnaheeda leh abitaankana maxa macnaheeda leh haduu qofku isticmaalo way ka jabaysaa way soonku waa ka jabaya yaani irbadaha la qaato ee nafaqada cunta ahaan loo qaato ee booska cuntada istaagay kuwaasi haduu qofku qaato yaani meeshu ka qaataba qofku markaas waxa weeye waa soonku waa ka jabaya waa ka jabaya way soonku tayib waxa kale oo xabaal soo arooriyay kamida haduu qofku yaani isticmaalayo irbad dawa ah oo irbooyinka hadda irbadahan caadiga caafimaad ahaan qofka caafimaadkiisa uu isticmaalayo taas iyada ee boos yaani cunti iyo waxba la wadanin taasi soon ma jabinayso tayib waxa kale oo iyada lafteeda laga hadlaa qofka dhiiga lagu shubahay lafteeda waa laga hadlaa waa muxtalif inda ahli ilmi kuwa qaar way jabin bay dhahayn kuwa ma jabinaysan laakiin qofka dhiiga lagu shubayo waa qof xanuunsan inuu iska afraa u haboon ayuu sheekha shaarixa leeyahay waxa kale oo waxyaabaha la soo arooriyay kamida ee soonka jabinin laakiin dadka qaar ay ka sheekeyaan ku xuliga waxa loo yaqaan inda kuulka إمام البخاري صحيح إذا مركو يعني أثر كسؤروري ولم يرى أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأسا قفك الصوم من إنو إن دكولك استعمال دب مين نواركين أنس بن مالك يا حسن البصري يا إبراهيم النخعي طيب مركا وحاس سوكاسي صومك مجي من يويا طيب لكن وحيابها يعني لا إسكش بهايو مغذيات كأه ee magdiyadka qofka yaani cunto siinaya taasi soonka way jabinaysa ayaan niri aan nabi hurayra radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kullu amal ibn adam amalka ibn adam damanti yudaafu wa la laabi al hasanatu hasanada bi ashri amthaliha taban laabkeeda ayay ahaatay ila 700 dhifin ila 700 oo laab laga gaar قال الله الا وحي له عز قال بها وجل ويناي الا صوم صومك مويين فانه صومك لي اني اسغناداي وانا اني ايا اجزي به كجزينيا يدعوا كتغيا شهوته شهوديسا يا وطعامه عنتديسا من اجل اني درتي الحديث طيب وانا متفق عليه بخاري مسلم يا ولي الحديث الثالث حديث كسدحات او كميده فصل كلواد وي النيه في الصيام نوم يعني صومك iy niyadiis soomka in la niyeesto an hafsa ta waxa laga wariyay hafsa bint umar bint khata ibn khataab wi um al mu'minina hayd radiyallahu anha anna nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala wa huwiri man lam yujmi' as-siyam ya'ni man lam yujmi' qafa ku jam'ina as-siyama soomka qabla al-fajri fajr ka horti fala siyama lah wa hasama wa masunan qafka an jam'inin oo muxuu jamcinin niyadiisa yaani soomka aan ku jamcinin oo niyeysanin fajarka ka hor fala siyama lah wax sooma ma sugnaani tayib rawahu abu daawud ayaa wariyay wa tirmidhi wa an-nasa'i wa ghayruhum ya ghayrkood oo way isagana xadiithan xadiith weeye xadiithka oo saxiixun saxiixa wa macna waxa weeye man lam yujmi' ay man lam ya'zim wa lam yanwi isaga fasiray ba sheekh man lam ya'zim qofka aan go'ansanin oo walam yanwi aan yoonin qofkaas weeye tayib qofkaas weeye halkan waxa laga qaadanayaa niyada inay soonka ay yaani kamid tahay arkaantisa kamid oo qofku inuu niyeesto inuu soomayo tayib marka nabi kaleey salaatu wasalaam wuxuu xadiidka qofka aan niyeesanin fajarka ka hor waqtiga noqon kara ama waqtiga suxuurta noqon karta ama waqti ka sii horeeyay noqon karta oo cishiye kadib ah intu waagu bariyay ka hor qofku waa inuu niyeesto حديث كان النبي عليه الصلاه والسلام انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى قف كستن و خن نيهسته ايو له لان dad badan oo waxa jira cuntada iyo cabitaanka ka tagaya oo yaani ama hawl caafimaad uga tagaya ama marka yaani dan kale isagu u leh kaasi marka qofkaasi sawm uma noqonayo cilada marka kala saaraysa maxay tahay qofkan cuntada iyo waxa ka tagay iyo qofkan dar ilaahay uga tagay waxa kala saaray waa niyadaas qofku marka waa inuu niyeesto wa niyatu mahalluha alqalb niyadana maxalkeeda waa qalbiga qofka marka qalbigiisu uu ku soo dhaco faman khatara bi balihi annahu saim gadan faqad nawa wa tasihhu niyatu fi ajza'in min ajza'il layl fi juz'in min ajza'il layl tayib qofka qalbigiisu ku soo dhaco inuu yaani soomaayo barito qofkaasi waa niyeystay niyadana waxay saxaysaa juz'in min ajza'il layl qabla al-fajr ila noqoto umbaana la rabaa tayib niyada dalaysheeda waxa kamid ay sheekhu leeyahay inuu yaani
inuu u soo kaco saxuur saxuurta inuu u soo kaco taas ayaa waxa ka mid tahay niyada dalayshada ay ka mid tahay iyo inuu tabiidkaas ayaana la rabaa oo qofka inuu yaani uu tabiid sameeyo fajirka ka hor u niyeesto waxa meesha laga soo reebaya soonkaasi waa soonka waajibka soonka sunnaha ah isaga qofku maalinki waxa tan niyeesan kara xadiidka nabiga kaleey salaatu salaam aaysha ayaa laga qaadanaya nabigu maalintu soo galay cunta ma haysan buu waxa agtiina ma yaala markaas ay tiri maya markaas nabigu wuxuu kaleey salaatu wasalaam fa inni idan saaimun anigu marka hadda waan soomanahay marba hadii la waxba haynin waan soomanahay qofku marka maalinki ayuu iska niyeesan kara soonka sunnaha weeye عن حفصة وحل قول أم المؤمنين هيدر أم المؤمنين هيدر رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحيري من لم يجمع الصيام صمك وقف كان كجمع قبل الفجر فجر كهر فلا صيام له وحصم وما صمنان رواه الترمذي رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم أيا وريي وهو يسجن حديث صحيح ومعناه ومعنى من لم يجمع وحوي أي من لم يعزم قفك عن قعصن ولم ينوي أن النيون لبضاس يعني او كفسره وانا اسكو معنو قفكا ان يعني غوان سنين ولم ينوي هدنا ان يونين الفصل الثالث فصل كسدحات فضائل الصيام وخصائص رمضان صونك يعني فضائشيسا هي خصائص بشهر رمضان طيب حديث محل حديث ما قاعدين انا كان مانت الحديث الاول حديث ككوبات في شيء من فضائل الصيام شيء او كميده بشه صونك يعني فضائشه صونك كميده عن نبي هريرة وحاله وري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحيري كل عمل ابن آدم عملك ابن آدم دمانتي يضاعف ولا لا بيا الحسنة حسنة بعشر أمثالها يعني تمن لابك إلى 700 ضعف إلى بقول لاب لقى إلى تضاب بقول الله بلقى قال قال الله ألا وحيري عز غالب حيا وجل ويناي إلا الصوم صومك مويل فإنه صومك لي أريه يسب ناضي وأنا أنيق أيا أجزي به كأباليني يدعوها كتغيا شهوته شهوديسا يواطعامه عنتديسا من أجل أنيغا درتي وللصائم قفك الصوم وحاوسك ناضي فرحة تاني لبا فرحة دوت فرحة يعني فرحة عند فطره وقت وافره فرحة يوسك ناضي وفرحة فرحة وحيوسك ناضي عند لقاء ربه ربه مركو لكلمو ولا خلوف فم الصائم قفك الصوم يعني خلوف كيسا يعذبك وناكسا عند الله ألا أكتيسا من ريح المسكي يعني مسكيغا ودوغيسا خلوف كاسا الله اكتيسا كواناكسن ويي رواه البخاري ومسلم حديث كان قيبتي سورا وان سو مري لكن قيبه سن دنب وللصائم له فرحتان قفكه صوم و خوله لبا فرحدود فرحه عند فطره وفرحه عند لقاء ربه مركو افريا قفكو وافو يعني وافرحيا وصونكيس و سو صوم كو يو كفرحيا وفرحه عند لقاء ربه فرحت كلنا وحي اسغناتي وقتي ربي سبحانه وتعالى لكل مي وقتي ربي لكل مي ايو مر كلنا فرحيا مركاس النبي وحوري ولا خلوف فم الصائم قفكه صومن خلوفك ان يعني وحو شيغي شارحو خلوف اي خلوف لبدا وحوري ولا اقريا لكن سدا صحدا وحوري وبضم الخاء كاس صح ايو يري كاس ايا صح اه وحونا سو غوريي ان يعني خلوف لدهو علماء قارن اي كتلمامين إنه يهي يعني خطأ قديمة خطأ قديمة إنه يهي يكوت المام طيب مركا خلوفنا وحالي إلى هذا قفكم مركا أصامة أفكيسة يعني وحقا مركو نفسان حيئي ويعني وحقا أركا مركا كسو كعي إلى هذا أركا مركا سي كسو كعي أركا سي انتهى كإمام ما أفكا مسواوح قدها كإمام مسواوح قدها كإمام والعلم عند الله لكن العلماء ذو حيبا ذو حيدهان markay caloosh baahato qofku u baahdo yaani uu marka uu neefsan hayo neeftiisa waxay noqonaysa wuxuu ga neef yaani yar qaaca oo saaqaysa ayay noqonaysa midaas ayaa marka khulufa taa marka ilaahay agtiisa way yaani way ka udug badan tahay atyabu min riihil misk yaani riihil miskiga miskigan udgoon caraftiisa taas rabbi subhanahu wa ta'ala agtiisa ka caraf badan way عن نبي هريرة وحال قوري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحيري كل عمل ابن آدم عملك ابن آدم دمانتي يضاعف ولا لا بيا
الحسنة حسنة بعشر أمثالها تبلغ كذا هاتي إلى 700 ضعف إلى تتوبق الله بلغا جارو قال الله والله وحيولي عز غالب حي وجل ويناي إلا الصوم صومكم ويين فإنه صومك لي أنيق يوسف ناضي وأنا أنيق أيا أجزي به كأبالينيا يدعو كتغيا شهوته شهوديسا يوطعامه عنتديسا من أجل أنيق درتي وللصائم قفك صوما وحاوسك ناضي فرحتان لبا فرحضوت فرحة فرحة عند فطره وقت وافره أكت هذا يو فرحة فرحة عند اللقاء ربه ربك وقت لك المياء والخلوف فم الصائم قفك الصوم خلوف كيسة يبوك وناكسا عند الله الله أكتيسة من ريح المسك يعني المسك أدوكتيسة كوناكسا رواه البخاري ومسلم والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.